قلت النادي الاهلي تقول لك الاهلي هيلعب ازاي النهارده؟ الاهلي بص، في فرق ما بين الشكل الرقمي وما بين الواجبات والوظائف، وهو الاساس في كره القدم هي الوظيفه وليس المركز. وظيفتك ايه؟ الشكل الرقمي اللي احنا شايفينه هي 4-2-3-1 بتفكير مارسيل كولر 4-3-3 بتفكير مارسيل كولر 4-1-4-1 ما بالظبط 4-1-4-1 لان انت هتلاقي مروان عطيه دايما بيزيد وهتلاقي محمد مجدي قفشه، وان كان في مباراه اسوان هو عكس، حط مروان على الدايره وادى الزياده العدديه لاليو ديانج. اليو ديانج هو اللي كان بيروح يجيب الكره من قدام في دور مشابه شويه لادوار حمدي فتحي، ودي ثقه كبيره جدا من الراجل في مروان عطيه بالمناسبه. طب ايه الشكل ده؟ ليه انا بشوف ان هو مناسب لمواجهه فريق زي سان داونز؟ لان سان داونز فريق اولا بيلعب كره قدم على الارض، بيلعب بيطلع بيعمل بيلد اب بطريقه على الارض بطريقه محترمه جدا، بيبدا اللعب ان هو بيبدا يجمع في جبهه ويروح على الجبهه الثانيه وبعدين يبدا يخترق ما بين الخطوط. افضل فريق في افريقيا على الاطلاق في اللعب ما بين الخطوط طوليا وعرضيا بالمناسبه، يعني في المساحات اللي ما بين خطوط بيكسر الخطوط العرضيه بشكل كويس جدا، وعنده اللاعب كاسيوس ميليولا اللاعب رقم 33 ابرز لاعبي الفريق على الاطلاق، وهو مصعد السنه دي لاول مره، عمره 21 سنه، لاعب رقم 33 بيتحرك في الهاف سبيسز بقى اليمين والشمال بشكل مميز جدا. فبالتالي انا بشوف ان ادوار اليو ديانج ومروان عطيه في الضغط العالي بقى اللي انت اتكلمت عليه واللي جيمي اتكلم عليه، وهي فكره ان مدرسه مارسيل كولر انه يجيب الكره من قدام هتبقى مهمه جدا عشان يمنع سان داونز من كسر اول خط ضغط. الميزه اللي فيه كمان تواجد لعيب زي حسين الشحات اللي بيمر بواحده بافضل فتراته على الاطلاق. صح. على الاطلاق حسين الشحات موجود بيمر بفتره، دي افضل فتره ليه مع النادي الاهلي منذ انضمامه 100%. وهنا الفكره على فكره مش في فكره ان انت بتشوفه بيصنع ولا لا، تحركات حسين الشحات والنضج اللي وصل ليه، لان عاده الجناح انت عندك نوعين من الاجنحه، يا جناح خط ستريت يا انسايد وينجر. كون ان انت توصل تلعب الطريقتين كلاعب، ان انا اوظفك هنا في مباراه اوظفك هنا في مباراه، ده شيء مهم جدا. كمان حسين امكانياته الدفاعيه مميزه، هو مش جناح هجومي فقط، يعني ممكن لو قلتها لعبد القادر اقول لك عبد القادر هيتعب شويه، فواحد من الاثنين مروان او ديانج هيميل عليه عشان يغطي ورا علي معلول، لكن حسين نفسه هو بيدي ادفانتج للجبهه بتاعته هجوميه، فبالتالي هيبقى ادوار حسين. انا عايز اقول لك دلاله على تالق حسين الشحات بشكل واضح كمان، ان انت لو تفتكر بدايه الموسم لمارسيل كولر هو اعتماده الكبير على طاهر محمد 100%. طاهر واحنا قلنا انه اهم ورقه بالنسبه لمارسيل كولر بعده كريم، بس كنت لسه هقول لما فكر يعوضه وده كريم فؤاد، فكون ان انا كلاعب اجي من بعيد قوي وطاهر يبقى على الدكه وانا الثالث في مركزي، ان انا ابقى اساسي وابقى انا اللي صنعت ضربه الجزاء في ماتش ريال مدريد واكتر من ثلاث فرص محققه امام ريال مدريد، واجي العب قدام مباراه اسوان اصنع ثلاث اهداف في شوط، بتنوع بالتواجد سواء جوه الملعب او على الخط بجانب الادوار الدفاعيه. انا بشوف ان التشكيله اللي اختارها مارسيل كولر هي تشكيله ليها شقين، الشق الاولاني القدره على الحفاظ على الكره وتدوير الكره، ودي مدرسه الاهلي مع مارسيل كولر، ان هو بيلعب لعب مش بيدور الكره على فوق، بيلعب لعب عمودي على فكره على طول. مارسيل كولر دايما بيهاجم المساحه، هو بيهاجمش الخصم، هو بيهاجم المساحه دايما، ودي قدره من المدير الفني على خلق المساحه اصلا، عشان كده بيحتاج لعيب دايما كان بيحتاج لعيب فاتح الملعب قوي اللي هو طاهر، وبعد كده كريم فؤاد، وبعد كده حسين الشحات. فلكن عنده مروان، عنده حسين الشحات، عنده محمد مجدي قفشه، عنده عبد القادر، الرباعي ده يقدر يدور الكره بشكل كويس، ده الكره معاك. الناحيه الثانيه هو عنده رباعي يقدر برضه يجيب الكره بسرعه، الضغط المعاكس، الضغط العالي على طول مباشره، فحسين الشحات واليو ديانج ومروان عطيه وبيرسي تاو. الاربعه عندهم القدره دي، لان في مباراه سياتل في كاس العالم للانديه اكتر لعيب حاول ان هو يخطف الكره او يضغط على المنافس كان سيرسي تاو. فبالتالي انت، انا متفق تماما مع فكره ان بقى في سيستم لعب، مهما تغير الاسامي انت ماشي بنفس الطريقه وبنفس السيستم. انا بشوف ان هو تشكيل على الورق موفق، الكمان الافضل ان عندك دكه قويه، ان انت نازل باوراق قويه جدا وفقا لافكار الراجل، وفقا للفريق اللي انت بتلعبه اللي هو سان داونز، وفي نفس الوقت عندك دقه قويه لا قدر الله لو الامور تازمت واحتجتها هتلاقيها، وان شاء الله لو الامور ماشيه بشكل طبيعي وعايز تزود هتلاقيها. طيب.